السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى لكم البنات تكونوا كتشاهدوا هذا الفيديو نتوما على احسن ما يرام. اليوم البنات جيت غادي نوريكم واحد التشكيل ديال ربطه ديال الشعر او بوني البنات، كل واحد شنو تيسميه. المهم البنات التشكيل ديالها زوين وفي نفس الوقت بسيطه، يمكن لاي سيده ولو انها ما تكونش عندها الاله ديال الخياطه البنات يمكن لها تصوبها غير بالبرا والخيط، يعني سهله وبسيطه وفي نفس الوقت كتطلع زوينه. كيمكن لكم البنات تصوبوها بحال مثلا فصلتو بيجاما او فصلتو بينوار، كيمكن لكم تخدموا ليه ربطه ديال الشعر من نفس الثوب اللي باش خدمتو، كطلع زوينه البنات في النظره، يعني كتكوني لابسها كتجي زوينه بزاف. ولكن الشرط البنات هي كتبقى تخدم في التواب اللي كيكونوا كيتيريو، في التواب اللي كيتيريو البنات بهذه الطريقه، ما كتخدمش البنات في الثوب اللي كيكون عادي، التواب اللي تيتيريو هما اللي كتجي فيهم هاد الربطه البنات. يمكن لك تخدميها في المبره، يعني في اي شكل، ويمكن لك تخدميها حتى في الفوطه، حتى في الفوطه كتجي زوينه البنات. المهم انا حتى الاخر غنوريكم شكل انا خدمه في الفوطه. المهم البنات انا غادي نصوبها لكم في هاد الشيت، في هاد الطرف اللي شاطلي، يعني مبره سامبل عاديه، يعني القياس البنات انا اللي كناخذ البنات، عرفوا معايا، كناخذ البنات انا هنا دايره البنات 23، دايره 23 البنات في الطول ديالها البنات، انا كنوريكم باش تاخذوا معايا. وهذا القياس البنات كيبقى ستوندار، انا هنا دايره 50، دايره 50 البنات، ها انتما كما كتشوفوا دايره 50. الا كنتي غتصوبيها لراسك يمكن لك تاخذي العبار على راسك يا البنات وكتدوري سنتيم على راسك وكتاخذي القياس وكتزيدي سنتيم ديال الخياطه. هاد 50 52 كتكون طاي ستوندار البنات، لو بغيتي تخدميها يعني تدفعيها للبيع ولا هذا كديري 50 52 البنات، لان الثوب كيتيري كيعطي الطوع لاي سيده يمكن ليها تلبسها. يلا البنات نبداو دابا، ها انتما البنات غناخذوا الثوب ديالنا بالطول ديالو البنات كما كتشوفوا بهذا الشكل هكا بالطول بحال هكا، غنخيطو سنتيم ديالنا عادي البنات، ما فيهاش شي حاجه اللي هي صعيبه بزاف، ولكن في نفس الوقت البنات كطلع زوينه. كتاخذوا سنتيم ديالكم عادي في الخياطه، كتاخذوا سنتيم عادي البنات وسيروا معاه. اي توب البنات شاط ليكم خدمتوا اي حاجه خليو لي شي البنات ما تلوحوهمش. انا مازال غادي نوريكم شكيلات اخرى ان شاء الله، دائما غادي نجيب لكم شكيلات من لي شيت البنات يمكن لكم تخدموهم في نفس الوقت البنات، يعني اللي باغيين يديروا مشاريع صغرى، يعني السيده كتبغي تعاون راسها واخا تكون جالسه في الدار او هذا، كيمكن لك من هادو كتصوبي منهم شكيلات زوينين وكيمكن لك تبيعيهم. هانتوما البنات بهذه الطريقه كنخيطو بهذه الطريقه البنات كما كتشوفوا، هنا خيطتها ببساطه، كتخيطو البنات كيفما تتشوفوا، كتخيطو وتديروا الخياطه كيفما درت لها انا، ما تديروش البنات الخياطه بحال هكا، لا ديروا الخياطه الوسط بحال هكا بهذه الطريقه كيف كنوريكم انا. شفتوا معايا البنات بهذه الطريقه كيف انا كنوريكم، صافي دابا تفهمنا البنات. كناخذوا البنات كنجيبوها بهذا الشكل البنات، تجي قد هذا القنت، قد هذا القنت، ما تجيناش وحده طول من وحده، جيونا قد قد. شوفوا البنات كيفاش انا كنجبدها حتى طيح لي قد هادي قد هادي، ما تجيناش وحده ناقص على الاخرى، يجيونا بجوج قد قد بهذا الشكل كيف انا صوبتها. صافي البنات يجيوكم مقادين هاد القنيطات، يجيوكم مقادين. دابا البنات شنو غنديروا؟ دابا تفاهمنا، خدينا 23 على 50 خيطناها بالطول، كنقبطوها بحال هكا البنات، كتجيبي هادي قدها قد هادي كيفما كتشوفوا قد قد، ما تجيش وحده طول من وحده. كناخذوا البنات حدها بالنص ديال الخياطه، كنجيبوها البنات عندها بالنص ديال الخياطه، حنا غادي نخيطوا غير هاد البلايصه البنات، غنخيطوا غير هاد البلايصه، تفاهمنا البنات من هنا لهنا. انا غادي نخيطها معكم سهله البنات، الا تبعتوها راه سهله، يمكن لك تصاوبي منها بزاف ساعات المكانه، تكوني غير مفصلاهم يمكن لك تخدميهم. ها
هانتوما البنات ها حنا خيطنا عادي، خدينا السنتيم ديالنا عادي البنات. دابا شنو غنديروا البنات؟ غادي ناخذوا على هاد الخياطه البنات اللي كاينه هنا، الخياطه ديالنا باش ما تلفوش، لا تعودوا ديروها بالمقلوب، قبطوا بالفناتي البنات السيده باش ما ديروش، قبطوا بالفناتي حتى تشوفوها وتقلبوها تلقاوها هي هذيك. عاد خيطوا على الخياطه البنات، شفتوا؟ وكتجيبوا هذه هاد لابارتي حتى هي، ها هي الخياطه فين بقات، شفتوها البنات؟ وكديروا ليها بحال هكا. تفاهمنا البنات؟ انا نعاود لكم. خدينا القياس ديالنا، خدينا سنتيم، حنا خيطنا هاد الخياطه البنات، تبعوها ديروا ليها بهذا الشكل كيف ما كنوريكم انا. هنا هاي الخياطه الثانيه البنات، غادي تجيبوها وديروها عند البلاصه الاخرى، حنا تحطوا وحده على وحده. صافي البنات، انا غادي نخيطها معاكم دابا غير باش تشوفوا. هما البنات راه كيجيو زوينين. صافي تاخذوا سنتيم ديالك البنات عادي، صافي البنات كنقلبوها الفينيو من الخيوطات اكيد فينيسيون ضروري البنات، ما تخليوش خيوط. صافي ببساطه البنات هالبوني ديالنا وجد، كيجي روعة البنات، كيجي غزال من داكشي. شفتو البنات؟ دابا غنحيدو هاد الزيادة، نحيدوها بهاد الشكل. صافي البنات كنقلبو البوني ديالنا ببساطة البنات، كيمكنك تخدمي كيما قلت لكم، يعني اي ثوب شاط لك البنات ويكون تيتيري خليوه ما ترميوهش البنات، خدموا به. انا غنجيب لكم مازال شكيلات كثار ان شاء الله زوينه البنات، انا متاكده بلي غادي يعجبوكم. المهم هذه هي البوني ديالنا البنات، شفتوا كيفاش طلعت؟ كطلع زوينه بزاف البنات. المهم انا غنوري لكم اصلا الشكيلات مصوباهم، يعني كيف ما قلت لكم البنات كيمكن لكم تصوبوها في الفوطه. شوفوا الفوطه البنات كيفاش كتجي، كتجي زوينه بزاف. صابوها في الفوطه يعني اي ثوب، كيمكن لكم البنات عاود تصوبوها للبنيات الصغارات، كتجي غزاله بزاف حتى للبنيات الصغارات. خذوا القياس على الراس ديالهم وصوبوها لهم، كتجي زوينه البنات. كاين عاود ثاني البنات الا بغيتوا تلعبوا عليها بهذا الشكل، كديروا لها الاستخاص البنات، كديروا الاستخاص وكتحلقوا عليها، يعني الاستخاص ساهل باش تلصقوا، يعني كتخدموها البنات بحال دابا هذا. ها هو الاستخاص انا باش خدمت هذه، كيمكن لكم تحطوها البنات هنا ايضا بهذا الشكل هذا، بهذا الشكل كيف ما انا درت. وساهل البنات يعني كتخدموا كتلصقوا البنات بهذا، تاخذوا هذه الكولا صافي كتلصقوا البنات وكتحطوا ببساطه البنات، كتخدموهم كيطلعوا زوينين البنات. كيف ما قلت لكم كيمكن لك تخدمي في اي ثوب، ولكن خاصو يكون البنات كيتيري، ضروري يكون الثوب كيتيري، الا ما كانش البنات الثوب كيتيري راه ما كيعطيش، ما تجي زوينه. المهم البنات انا وريتكم اليوم يعني شكيل ديال بوني تاع الشعر او ربطه، كنتمنى يكون هذا الموديل يعجبكم البنات اليوم، وان شاء الله مازال البنات غنبقى دائما نجيب لكم الجديد، وكنتمنى يكون الشرح ديالي فاتكم، وانا ان شاء الله دائما غنبقى نجيب لكم الجديد والشكيلات. الا بغيتوا شكيلات في هذا لي بوني خليو لي في التعاليق لتحت، ان شاء الله دائما غنجيب لكم الجديد البنات. يلا البنات خليت لكم الراحه، وكنتمنى يكون هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى البنات ما تنساونيش من لي جيم لي جيم لي جيم، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يبقى دائما يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. وانا إن شاء اي حاجه البنات بغيتوا نوريها لكم كيفاش كتخيط او تفصل خليو لي في التعاليق لتحت البنات، وانا راه الاشاره غادي نلبي لكم الرغبات ديالكم ان شاء الله البنات. يلا البنات خليت لكم الراحة، في أمان الله، مع السلامة.